الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 古兰经是一个奇迹，其神圣无与伦比。كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 古兰经是一个奇迹，其真理亘古不变。أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 古兰经是人类的指南，是伊斯兰文明的源头，是所有穆斯林共同的信仰。أرأيت إنكان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى 我是马雪萍，请大家收看我在 Peace TV 的节目《走进古兰经》。学习怎样遵循古兰经中神圣的指引 ，Peace TV 中文台即将独家推出。